رح نحكي ولا رح نشرح، كل شي رح يوضح. لعبتنا ما فيها خسارة وكله رح ينجح. رح نتعرف ونتسلم نلعب ونفرح، نحنا بنسأل وانت تجاوب والشاطر يربح. اللي بيعرف اوعى يتأخر ويجاوب على طول، والما بيعرف لا يتحذر ويترك غيره يقول. على طول والما بيعرف لا يتحذر ويترك غيره يقول. نحنا جايين نتعلم ونتقدم ونقول، انت بتسأل ونحنا نجاوب والشاطر يربح. مرحبا والشاطر يربح. مرحبا مرحبا، تحياتي، اهلا ومرحبا بكم اصدقائي في هذه الحلقه الجديده من برنامج المسابقات الشهير الخطير الذي ساقدمه لكم بعد قليل مع الفريقين المتسابقين من مدرسه محي الدين داود. الشاطر من الخيول يرمح، والشاطر من الطلاب والتلاميذ يدرس فينجح. اما الشاطر معي انا في هذا البرنامج، انا محمد خير جراح، فالشاطر يربح. الشاطر يربح، والشاطر يربح هو عبارة عن برنامج مسابقات اجريه بين فريقين. في هذه المرحلة الاولى ستكون المسابقة بين فريقين من نفس المدرسة، ثم سيكون هناك في الجولات القادمة ان شاء الله مسابقة بين مدارس مختلفة من مدارسنا في دمشق. طبعا سأشرح لكم أولا فقرات المسابقة حتى نستطيع الدخول في اللعب والمسابقة. المسابقة عبارة عن ست فقرات. الفقرة الأولى هي ما باليد حيلة، مجموعة من الأسئلة باللغة العربية أقوم بسؤالكم فيها، لكل فريق سؤالين على حدة. ثم ننتقل إلى فقرة على كيفك، وهي فقرة يكون فيها أنواع متعددة من العلوم، يحق للفريق أن يختار نوعا من هذه العلوم، إما العلوم العامة أو علم الأحياء أو المنوعات أو الاجتماعيات. وبعدها نذهب إلى فقرة أين المفر، وهي فقرة فيها قليل من الحماسة، حيث أن الفريق فريق من الفريقين يختار لفريقه للفريق الآخر الفريق الخصم نوعا من العلوم التي سوف أسأل فيها سؤالي القادم. ثم نذهب إلى فقرة السرعة، الذي يضغط أسرع على الأكرة التي أمامه يجيب على العبارة أو الكلمة الصحيحة الناقصة في عبارة باللغة الإنجليزية. ثم نذهب إلى فقرة فتح عينك، وهي مادة فيلمية، لكل فريق فيلم على حدة يشاهد الفيلم، ثم سيكون هناك سؤال. دائما هناك خيارات ثلاثة للإجابة على كل سؤال، لكل سؤال 10 درجات على الإجابة الصحيحة. بعدها ننتقل إلى فقرة اللعب والمرح، هناك لعبة نجريها مسابقة بين الفريقين، إما بين واحد وواحد أو بين مجموعة ومجموعة. المهم بعد أن قلنا أن لكل سؤال أو جواب صحيح 10 درجات، هناك بطاقتان نستطيع استخدامهما في فقرات الحلقة. بطاقة مضاعفة الرصيد، عندما نكون متأكدين من أننا نستطيع الإجابة على هذا السؤال جوابا صحيحا ومباشرا، نستخدم بطاقة مضاعفة الرصيد وتصبح النتيجة عند الإجابة الصحيحة 20 درجة وليس 10. بطاقة مساعدة أخرى، وهي بطاقة تبديل السؤال في فقرة على كيفك، عندما نشك بالإجابة، لا نعرف ما هي الإجابة، غير متأكدين من الإجابة، يمكننا أن نستخدم بطاقة تبديل السؤال، نبدل السؤال ونرى السؤال التالي. بعده بعد جمع العلامات في كل الفقرات نعرف من هو الفريق الفائز في هذه الحلقة، والذي سيلعب معنا في المباريات القادمة من سباقنا في برنامج الشاطر يربح. طبعا طلابنا اليوم، الطلاب الذين سيتسابقون معنا كما قلنا، هم من مدرسة محي الدين داود، أرحب بهم مجددا. ونذهب مباشرة للتعرف على أعضاء كل فريق على حدة. الفريق البرتقالي نبدأ. عبد الفتاح نجار. عبد الفتاح تشرفنا. ليث كرم. ليث.
إياد فلوح. وإياد فلوح، تحية كبيرة للفريق البرتقالي. كنا سنقول تكية كبيرة، لا ليس تكية، تحية. نذهب إلى الفريق الأزرق ونتعرف على أعضاء الفريقين في هذه الحلقة. الفريق الأزرق أسماؤكم؟ مهند صالحان. مهند، تحيتي يا مهند. محمد الحمصي. ومحمد عامر حلاوة. وعامر حلاوة، تحية كبيرة للفريق الأزرق. الفريقان جاهزان للمسابقة، جاهزان للعب، جاهزان للمرح. طبعا أكيد سيكون هناك في الختام فريق يخرج من المسابقة، ولكنه ليس فريقا خاسرا، نحن الذين نربح هؤلاء الشباب المتحمسين والذين يريدون النتائج الأفضل دائما. فاصل قصير أصدقائي ونذهب معا لنبدأ في قراءة برنامجنا. الشاطر يربح. شكرا. أصدقائي بدأت فقرات البرنامج، فقرات المسابقة، فقرات اللعب، المرح، التسلية، الفائدة في برنامج الشاطر يربح. كما قلنا هناك عندنا 6 فقرات متنوعة. نستطيع الآن مباشرة أن نبدأ فقرات برنامجنا، ولتكن في البداية في فقرة ما باليد حيلة. نذهب إلى الفريق البرتقالي، الفريق الأول في هذه المسابقة، ونسألهم سؤالنا الأول في فقرة ما باليد حيلة. ما باليد حيلة، والسؤال هو: كتبت ما في كلمة إنما موصولة لأنها. 1 اسم موصول، 2 كافة، 3 نافية. 30 ثانية للإجابة، نبدأ. كافة. الاحتمال الثاني. متأكدون؟ طيب لن أطيل، دعونا نرى إذا كانت الإجابة الصحيحة هي الاحتمال الثاني. كافة. كافة إجابة صحيحة، و10 درجات تذهب للفريق البرتقالي. مباشرة إلى الفريق الأزرق، والسؤال في فقرة ما باليد حيلة هو: المطر كما نعرف جميعا هو شكل من أشكال قطرات الماء المتساقطة من السحاب في السماء، تمام؟ إن السماء ماطرة. إن السماء ماطرة، يقولون إن السماء ماطرة. خبر إن في جملة إن السماء ماطرة هو: 1 اسم مفرد، جملة، شبه جملة. 30 ثانية للإجابة، نبدأ. مضاعفة الرصيد كان يجب أن تقوله قبل أن أنطلق. لا تتأخروا، نؤجله لسؤال آخر لو سمحت. الاسم المفرد، اعذروني، الاسم المفرد الاحتمال رقم 1، تعتقدون أنه جوابا صحيحا. خبر إن في السماء ماطرة، إن السماء ماطرة هو اسم مفرد. دعونا نرى إذا كانت اسما مفردا. صحيح، و10 درجات. أصدقائي، عند طلب مضاعفة الرصيد أرجو أن تسرعوا بالطلب، لأنني سأنطلق في السباق مباشرة قبل أن ينطلق العداد. يعني الملاحظة موجهة للفريقين. نذهب مباشرة إلى الفريق البرتقالي، والسؤال الثاني في فقرة ما باليد حيلة أيها الوجه الباسم الجميل، نهاركم سعيد. نذهب إلى ما باليد حيلة، والسؤال الثاني. طبعا جميعنا نعرف أن توماس أديسون هو من اخترع أو ابتكر المصباح الكهربائي، واستطعنا أن نرى نستخدم الطاقة الكهربائية ونحولها في المصباح إلى ضوء عبر هذا المخترع العظيم في عام 1879، تمام؟ الخبر يقول، تقول الجملة عندنا هنا: المصباح فوق الطاولة. المصباح فوق الطاولة، الخبر في جملة المصباح فوق الطاولة هو: 1 جملة، اسم مفرد، شبه جملة،
30 ثانية للإجابة نبدأ. الخيار رقم 3 شبه جملة. المصباح فوق الطاولة. الجواب هو أو اختاروا الاحتمال الثالث. دعونا نرى الاحتمال الثالث وشبه جملة. صحيح، لأن المصباح هو المبتدأ وفوق الطاولة هو شبه الجملة خبرا في هذه الجملة التي قرأناها منذ قليل. إلى الفريق الأزرق، والسؤال الثاني في فقرة ما باليد حيلة هو طبعا الجملة هي الكتاب على الطاولة. طبعا القراءة، هل تقرؤون كتبا غير كتب المدرسة، مجلات أو شيئا من هذا القبيل؟ عظيم، القراءة ليست هواية، هي كما هو شائع هو غذاء. الخبر، خبر كان في جملة كان الكتاب على الطاولة هو واحد جملة، شبه جملة جار ومجرور، أم شبه جملة ظرف؟ مضاعفة الرصيد. 30 ثانية للإجابة. عندما الآن نجيب، تفضلوا. الخيار رقم شبه جملة، بس هل هو جار ومجرور أم جار ومجرور وليس ظرفا؟ متأكدون؟ الاحتمال الثاني. طيب دعونا نرى إذا كان الاحتمال الثاني هو الإجابة الصحيحة. شبه جملة، وعشرون درجة للفريق الأزرق. استفدتم من البطاقة، بطاقة مضاعفة الرصيد، ولن تستطيعوا أن تستخدموها في المستقبل، ذهبت. لا زال أمامكم فرصة في المستقبل أن تستخدموا بطاقة مضاعفة الرصيد. دعونا نرى النتائج التي وصلنا إليها في نهاية الفقرة الأولى. 20 درجة للفريق البرتقالي، أجاب جوابين صحيحين، و30 درجة للفريق الأزرق، أيضا أجاب إجابتين صحيحتين واستخدم بطاقة مضاعفة الرصيد. فاصل قصير ونكمل فقرات برنامجنا الشاطر يربح. عدنا أصدقائي لنكمل فقرات برنامجنا، برنامج الشاطر يربح، ووصلنا إلى فقرة على كيفك. على كيفك، على كيفك، على كيفك، على كيفك، على كيف، وعلى كيف ما شئتم. هي مجموعة من العلوم سوف أطرحها عليكم بعد قليل، نختار من بينها نوعا نجيب فيه. نستطيع في هذه المرحلة إذا شككنا في أننا نستطيع الإجابة على سؤال أو لا أن نبدله باستخدام بطاقة تبديل السؤال. بدأنا في الفقرة الماضية معكم، نبدأ الآن مع الفريق الأزرق، ونذهب إلى لوحة الأنواع في هذه الفقرة على كيفك. ما هي الأنواع التي لدينا؟ عندنا علوم عامة تتضمن الرياضيات والفيزياء والكيمياء، علم الأحياء والاجتماعيات والمنوعات. ماذا تختارون؟ علم الأحياء. علم الأحياء، متفقون؟ عظيم، نذهب إلى علم الأحياء، والسؤال في علم الأحياء هو، تقول العبارة التالية: نسمي الصخور التي نشأت من تبخر مياه البحيرات القديمة صخورا. واحد من ثلاثة، واحد رسوبية كيميائية أم رسوبية حطامية أو استحالية. 30 ثانية للإجابة نبدأ. هل هي صخور رسوبية كيميائية أم رسوبية حطامية أم استحالية؟ نسمي الصخور التي نشأت من تبخر مياه البحيرات القديمة صخورا رسوبية كيميائية أو رسوبية حطامية أم استحالية؟ 6 ثواني. استحالية. الثالث، دعونا نرى. الإجابة خاطئة، آسف لقد تأخرتم، والإجابة كانت خاطئة، والإجابة الصحيحة هي الخيار رقم 1 رسوبية كيميائية، لأنها نشأت من تبخر مياه البحيرات القديمة، وذهبت درجة هذا السؤال
ومباشرة إلى الفريق البرتقالي ونعود للسباق. وما هو النوع الذي تختارون؟ علم الأحياء. علم الأحياء. يختارون علم الأحياء. علم الأحياء. سؤالنا في علم الأحياء يقول، تقول العبارة: مستويات الغطاء النباتي الذي يصل إلى ارتفاع مترين هو واحد من ثلاثة. واحد: الأعشاب، الشجيرات، الأشجار. 30 ثانية للإجابة، نبدأ. المستويات الغطاء النباتي الذي يصل لارتفاع مترين، شجيرات أم الأشجار أم الأعشاب؟ الأعشاب أم الشجيرات أم الأشجار؟ الشجيرات. الخيار رقم 2 ليس أشجارا. طيب دعونا نرى إذا كانت الإجابة الثانية هي الصحيحة. صحيحة، وعشر درجات تذهب إلى الفريق البرتقالي. مباشرة إلى الفريق الأزرق، ما هو النوع الذي تختارون؟ علوم عامة. نختار العلوم العامة. السؤال: كل عدد من الشكل 2N هو عدد واحد. أولي أو زوجي أم فردي؟ 30 ثانية للإجابة، نبدأ. كل عدد بالشكل 2N هو عدد فردي أم زوجي أم أولي؟ فردي أم زوجي أم أولي؟ زوجي. الخيار رقم 2. دعونا نرى إذا كان الخيار الثاني هو الصحيح. زوجي. نعم. 2 ضرب N، مهما كان الN فهو سيكون معنا زوجي. هناك من البداية زوجي. إذا نذهب إلى الفريق البرتقالي. طبعا ذهبت 10 درجات للفريق الأزرق. الفريق البرتقالي الآن يختار النوع من أنواع العلوم، ما هو؟ علوم عامة. اختار الفريق نوع العلوم العامة. نعم. السؤال يقول: عدد ربعه يساوي نصف. مضاعفة الرصيد. فإن ثمنه يساوي 1، 2، ربع أم ثمن؟ عدد ربعه يساوي النصف. 30 ثانية للإجابة، نبدأ. الجواب الأول. دعوني أكمل. يعني أنتم متحمسون ومستعدون، نعم، ولكن هناك خطوات يجب أن نسير فيها. الخيار رقم 1. 2. 2 ربعه نصف. متأكدون؟ طيب دعونا نرى إذا كان الخيار الأول هو الجواب الصحيح. الإجابة خاطئة في الواقع. العدد ربعه هو النصف. ربعه نصف. هو 2. انتم اجبتم ان ربعه 2، فكم هو ثمنه؟ السؤال: كم هو الثمن وليس كم هو العدد. انتم ذهبتم الى معرفة العدد. العدد الصحيح ان ربعه نصف هو 2، ولكن ثمنه يكون ربع. صح؟ صح. وتذهب علامة هذا السؤال على الفريق، وقد اضاعوا فرصة. طلبتم مضاعفة الرصيد في هذا السؤال، وذهبت درجة هذا السؤال. دعونا نرى النتائج التي وصلنا إليها بعد هذه المرحلة، بعد انتهاء فقرات على كيفك وعلى هواك. هناك 30 درجة للفريق البرتقالي و40 درجة للفريق الأزرق. لا بأس، لا زال لدينا الوقت حتى نكمل ونتابع ونعوض. فاصل قصير ونعود أصدقائي ونتابع فقرات برنامجنا الشاطر يربع.
السباق يستمر ويكتمل ويسير باتجاه اللعب والمرح والمسابقة بين الفريقين، الفريق الأزرق والفريق البرتقالي. وصلنا إلى نتيجة أنهم قطعوا مرحلة ما باليد حيلة وعلى كيفك، ووصلنا إلى فقرة أين المفر. أين المفر هو أننا الفريق يستطيع أن يسأل زملائه بالفريق الآخر في نوع من الأنواع، يختارون له نوعا، أي كأنه نوع من الهجوم على الفريق الآخر. طبعا نبدأ مباشرة بفقرة أين المفر، وهي سؤال واحد لكل فريق. أين المفر؟ والسؤال نبدأ معكم أيها الفريق الأزرق، اختاروا للفريق البرتقالي نوعا من العلوم. يختارون لزملائهم الاجتماعيات في فقرة أين المفر. السؤال هو: جبال الأبلاش هي في قارة أمريكا الشمالية، تقع في إحدى المناطق التالية: واحد، المنطقة الغربية، المنطقة الشمالية، المنطقة الشرقية. 30 ثانية ونبدأ. الشرقية الخيار الثالث. دعونا نرى إذا كان الخيار الثالث هو الإجابة الصحيحة. نعم، جبال الأبلاش في القارة في أمريكا الشمالية تقع في المنطقة الشرقية. الآن اختاروا لزملائكم نوعا من الأنواع الأربعة. اجتماعيات. السؤال طبعا يقول أن سميت قارة أمريكا الجنوبية بأمريكا اللاتينية لأن معظم سكانها يتكلمون لغتين. ما هي هاتين اللغتين؟ دعونا نرى: واحد، الإسبانية والإيطالية، أم الإسبانية والبرتغالية، أم الإسبانية والفرنسية. 30 ثانية نبدأ. إسبانية وإيطالية. الخيار مع البرتغالية. الإسبانية والبرتغالية. الخيار رقم 2. دعونا نرى إذا كان الخيار الثاني هو الإجابة الصحيحة. صحيح 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 صحيح، وعشر درجات تذهب إلى الفريق الأزرق. طبعا نعرف جميعا أن البرتغاليون والإسبانيون هم الذين سيطروا بمساحات كبيرة من أمريكا الجنوبية، ونعرف أشهر لاعبي أو فرق كرة القدم في العالم البرازيل، بلد كبير جدا في أمريكا الجنوبية يتحدثون البرتغالية، وبقية ومعظم الدول الأخرى تتحدث الإسبانية كالأرجنتين والباراغواي والأوروغواي وهكذا. صحيح، الإجابة كانت صحيحة وعشر درجات. ونذهب ونرى الآن ما هي النتائج التي توصلنا إليها حتى الآن. لا زال الفارق البسيط بين الفريقين، الفريق البرتقالي 40 درجة والفريق الأزرق 50 درجة. انتهينا من فقرة أين المفر. فاصل قصير ونكمل مسابقتنا في الشاطر يربع. عدنا أصدقائي لنتابع برنامجنا الشاطر يربح. قطعنا مراحل 3 وبقي لدينا مراحل 3 أو بقي لدينا مراحل 3. المراحل التي بقيت هي فقرة أسرع منك وفتح عينك وألعب منك. فقرة أسرع منك التي سنلعبها بعد قليل أو الآن هي عبارة عن مجموعة من العبارات باللغة الإنجليزية. قام الذي أنشأ هذه الجمل بسرقة كلمة منها. الذي يسرع ويضغط على الأكرة قبل الآخر يجاوب. تمام؟ الإجابة الصحيحة لها 10 درجات، ولكن لا نجيب ولا نطلب الإجابة إلا عند ظهور الخيارات الثلاثة. لا نسرع فنضغط قبل ظهور الخيارات، يعني إذا قرأنا الجملة وعرفنا ننتظر حتى تبدأ الخيارات بالظهور على الشاشة، عندها نسرع ونضغط على الأكرة. مفهوم؟ نضع أيدينا على
أرجلنا على أفخاذنا تماما. جاهزون أيها الشباب الجميلون؟ ونذهب معا لقراءة الجملة الأولى في فقرة أسرع منك. العبارة تقول: She gets up فراغ 6 o'clock. الخيارات هي: واحد in, at, on. الفريق البرتقالي كان أسرع، ما هو الخيار الصحيح؟ out. at. She gets up at 6 o'clock. دعونا نرى إذا كان الخيار الثاني هو الصحيح. صحيح، وعشر درجات للفريق البرتقالي. نذهب مباشرة إلى أسرع منك. أسرع منك، أسرع منك، أسرع منك. والعبارة الثانية هي: I فراغ for the bus when it started to rain. الخيارات هي: واحد I'm waiting, was waiting, will wait. الفريق الأزرق، ما هو الخيار الصحيح؟ الخيار الثاني was waiting. I was waiting for the bus when it started to rain. هذه هي العبارة الصحيحة. دعونا نرى إذا كان الخيار الثاني هو الصحيح. نعم، وعشر درجات إلى الفريق الأزرق، وعدنا وأقلعنا من جديد. العبارة الثالثة في فقرة أسرع منك هي، العبارة تقول: We grow fruit and vegetables in the فراغ. الخيارات هي: واحد music room, garden, sitting room. الفريق البرتقالي كان أسرع، ما هي؟ garden. الكلمة الثانية in the garden. دعونا نرى إذا كانت الكلمة الثانية هي الصحيحة. الخيار، نعم الخيار كان صحيحا، وعشر درجات تذهب في هذه في هذا السؤال إلى الفريق البرتقالي. دعونا نرى النتائج التي وصلنا إليها حتى الآن. هناك تعادل في النتيجة، 60 درجة للفريق البرتقالي و60 درجة للفريق الأزرق. المسابقة محتدمة، ونحن نكمل معكم فقرات المسابقة، ولكن بعد فاصل قصير نعود لنكمل. الشاطر يربح. شكرا. شكرا أيها الأصدقاء والأحبة، شكرا لهذه التحية المباشرة من الصالة. طبعا وصلنا الآن بعد أن أنهينا الفقرات الأربعة السابقات، وصلنا إلى فقرة ماذا؟ فتح عينك. هكذا نريد أن ننتبه، أن نشاهد، أن نسمع، أن نؤكد، أن نتمحص، لأننا سنسأل سؤالا بعد انتهاء المادة الفيلمية في فتح عينك، سؤالا له 3 خيارات. أرجو أن تنتبهوا جيدا. نذهب مباشرة إلى فقرة فتح عينك والفيلم الأول مع الفريق البرتقالي. شركة طبية للصناعات الدوائية تأسست عام 1956 للميلاد، وأممت في عام 1970. حصلت على شهادة الآيزو 9001 وعلى العديد من الشهادات في البيئة والصحة والسلامة المهنية. تنتج جميع أنواع الأدوية بطاقات عالية. أضافت لإنتاجها معمل أغذية الأطفال. أنشأت معمل أدوية بيطرية. عن ماذا يتحدث الفيلم؟ شركة طبية. عن شركة صناعة أدوية طبية. وطنية سورية موجودة لدينا في القطر، تصنع الأدوية طبعا وليس السيارات. السؤال هو: شركة طبية سورية أسست للارتقاء بصناعة الأدوية، هل هي واحد شركة تاميكو، شركة الخماسية،
أم شركة سندس؟ 30 ثانية للإجابة، نبدأ. شركة تاميكو. تاميكو لصناعة الأدوية؟ متأكدون؟ طيب دعونا نذهب ونرى إذا كانت الإجابة الأولى هي الصحيحة. تاميكو، نعم، هي الشركة الوطنية لصناعة الأدوية في الجمهورية العربية السورية. مباشرة بعد 10 درجات تذهب إلى الفريق البرتقالي. نذهب إلى الفريق الأزرق ونشاهد معا فيلما في فقرة فتح عينك، ما هو؟ شركة سورية تقع في محافظة حماة، تنتج الزيوت النباتية من بذور القطن، كما تنتج مواد أساسية أخرى، ومنها مادة اللينت أو زغب القطن الذي يستخدم في صناعات تحويلية كثيرة. تصدر منتجاتها للخارج. تم تطوير عمل الشركة باستيراد خط لتكرير الزيت بطاقة إنتاجية قدرها 90 طنا يوميا. شاهدنا الفيلم، شاهدنا الفيلم. ليس السؤال ما اسم الشركة، لا أريد أن أسألكم عن الشركة. طبعا هي شركة زيوت حماة كما ورد سيرد معنا. السؤال في هذه الفقرة فتح عينك للفريق الأزرق هو: ماذا تنتج شركة زيوت حماة إلى جانب إنتاجها للزيوت النباتية؟ هل تنتج 1 الصابون، أم السكر، أم الطحين؟ 30 ثانية الإجابة، نبدأ. صابون أم سكر أم طحين؟ الطحين. شركة تنتج الزيوت وتنتج الطحين. الصابون أم الطحين؟ صابون. الخيار الأول اختاروا الصابون. دعونا نرى. الإجابة صحيحة طبعا. يعني هل من المعقول أن شركة تنتج الزيوت تنتج من نفس النوع ولكن لا تنتج نوعا مختلفا، مطحنة هذيك تلك في إحدى المطاحن؟ إذن الإجابة كانت صحيحة، شركة الزيوت حماة تنتج إلى جانب الزيوت تنتج الصابون. دعونا نرى ما هي النتائج التي وصلنا إليها حتى الآن. 70 درجة للفريق الأزرق، و70 درجة أيضا للفريق البرتقالي. لا بد من جولة حسم بين الفريقين. دعونا نعرف من الذي سيفوز معنا في هذه الحلقة ويذهب معنا إلى الحلقات القادمة. فاصل قصير ونعرف من سيفوز بحلقة اليوم. من الشاطر يربح. وصلنا أصدقائي إلى الفقرة الأخيرة من برنامجنا، فقرة ألعب منك، من سيكون ألعب من الآخر. أريد منكم أصدقائي في الفريقين، الفريق الأزرق والفريق البرتقالي، أن تختاروا من بينكم واحدا ليقوم بإجراء المسابقة. سهلة جدا، سهلة جدا، أنا جربتها مرة من المرات وحتى الآن لم تزبط معي. وهل تزبط كلمة فصيحة؟ لا، ليست فصيحة. من؟ تفضل قف وراء الطاولة، وأنت أيضا عظيم. ماذا يوجد على الطاولة؟ صحن فيه ماء وكأس. ماذا يوجد على الطاولة؟ ماء وكأس. أريد منكم المسابقة هي أننا نريد أن نشرب هذا نشرب موجودات أو محتويات هذا الصحن
دفعة واحدة بالكأس طبعا، نأخذ بالكأس ونشرب ونأخذ بالكأس ونشرب حتى تنتهي، تستطيعون؟ لا طبعا مستحيل، هذه طلب تعجيزي. الحقيقة أنا أريدكم أن تملأوا تنقلوا الماء من الصحن إلى الكأس بالملعقة. تفضل تفضل تفضل، ولكن ليس باليد، نضع الملعقة في الفم، نضع الملعقة في الفم ونقوم بالغرف بالملعقة إلى الكأس، بالملعقة إلى الكأس. الذي يستطيع أن يملأ كأسه قبل الفريق الآخر يفوز في المسابقة. هل أنتم جاهزان؟ جاهزان؟ جاهز يا حبيبي؟ جاهز؟ تشجيع وتصفيق من الصالة باتجاه الصحون، باتجاه الصحون، انظر إلى الصحن، هيا نبدأ يلا بدون استعمال الأيدي. يلزمهم قرن من الزمان. أنت ترمي الماء في قارك يا بني. تشجيع تشجيع، أين حماسكم لفريقكما؟ هيا هل هذا يكفي أم نكمل؟ نكمل نكمل نكمل. حماس 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 حماس. أستطيع أن أقول لكم يكفي يكفي يكفي، ربما نستطيع، يكفي يكفي أصدقائي، يكفي 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 أصدقائي، أنا تعبت عنكما. دعونا نرى من الذي ملأ كأسه أكثر من الآخر. الكأس البرتقالي هو من ملئ أكثر من الكأس الأزرق، وهكذا يكون الفريق البرتقالي هو من فاز في هذه اللعبة. شكرا لكما شكرا لكما شكرا لكما، شكرا صديقي شكرا. الفريق البرتقالي فاز بهذا وحصل على 10 درجات. دعونا نرى النتيجة التي وصلنا إليها. 70 درجة للفريق الأزرق و80 للبرتقالي. تحية كبيرة للفريقين. طبعا الفريق البرتقالي سيكمل معنا اللعبة في الحلقات القادمة. الفريق الأزرق سيغادرون آسفين، لكن يجب أن يخرج أحد الفريقين. ولكن لكم مني ومن أسرة البرنامج ومن كل زملائي العاملين في فريق عمل الشاطر يربح ومن أسرة التربوية السورية هدية تذكارية بسيطة لكم بمناسبة مشاركتكم معنا في هذا السباق. شكرا أحبتي، شكرا أصدقائي، شكرا أبناءنا من طلاب مدرسة محي الدين داود، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج الشاطر يربح. شكرا شكرا شكرا. رح كل شي رح يوضح، لعبتنا ما فيها خسارة وكله رح ينجح. لا رح نحكي ولا رح نشرح، كل شي رح يوضح.
جاوب على طول، والما بيعرف لا يتحذر ويترك غيره يقول. اللي بيعرف وعايز يتأخر ويجاوب على طول، على طول. والما بيعرف لا يتحذر ويترك غيره يقول. نحنا جايين نتعلم ونتقدم ونقول، انت بتسأل ونحنا نجاوب والشاطر يربح. الشاطر يربح، والشاطر يربح.